شي بخوف قدي ممكن تخبي البسمة، بس أنا بكشف الحقيقة. تخيلوا قديش في ناس بتتخبى وبتدعي بوضح النهار، وقديش في ناس ما بتفرجي وجه الحقيقي إلا بأعتم الأماكن. ما في إنسان بيعني كل شي بيقوله، وبنفس الوقت بيقول كل شي بيعنيه، لأنه الحكي مضلل والفكر متوحش. بلا تشفير بالحلقة الأخيرة لهالموسم الأربعة 9:30 المساء على الجديد